كابتن اسماعيل، يعني ان شاء الله نتمنى لك التوفيق قائد وكابتن، وبنفتقده كثير، وان شاء الله اتمنى انه يتراجع عن اللي فكر فيه لانه محتاجين له، والشباب كله يعني راح يفتقدونه، بس ان شاء الله نتمنى له الخير يعني. شكرا يا ابو علي، الحمد لله نحن محظوظين، نحن لحقنا عليه ودامناه ولعبنا معاه، والله هذا شرف لنا كبير، بنخبر عيالنا واخواننا ونفتخر في هالشيء، تعلمنا من هالشيء داخل الملعب وخارج الملعب، والله اللهم لك الحمد. يستاهل ابو علي، ابو علي يستاهل، اقول له مبروك، هو يستاهل هذه البطوله، اكيد كان يطمح البطولات افضل عن كذي، ولكن في النهايه ختامها مسك، والله يوفق ابو علي بحياته وين ما كان. وهاي البطوله نهديها خص نصر لاسماعيل مطر، يعني اسماعيل يعني عطى كل هالسنوات وحين 41 سنه وفي النادي دوم، هو واقف ويانا وساعدنا في كل شيء في كبيره وصغيره، واحنا وايد زعلانين انه بيعتزل هالسنه، بس ان شاء الله انه قادرين وبنحاول انه يتم ان شاء الله. Muchas gracias Ismael Matar, thank you so much. Ismael Matar kattakon rahmat. He deserves this. First of all, he deserves. He's very professional. He's a big player. He's an example for all of us. And was my pleasure to play with this legend. And thank you so much. Thank you so much, Isma. طبعا هاي اسعد لحظه، كابتن اسماعيل مطر يستاهل هاي البطوله، طبعا البطوله هاي ما راح تقدم من قيمته ولا راح تاخر من قيمته، ولكن شعور جميل انك انت تحقق بطوله في اخر مسيرتك الكرويه، اتوقع شعور ما ينوصف، ونحب نبارك لاسماعيل مطر ويستاهل زود. I smell no long time when I was coach for Kuwait national team and always he's make headache for me. This is some special players. Special personality, special guy, some players with special energy. I really, he deserves everything this, you know, and he's long time number one in Emirates football. And really, I hope and my wish from my heart, really, all the best for him. Really, he deserves because he's have big career behind him, you know, not only here for Emirates football, for Asia and more, you know, and this is some great players and great person. أول شيء كابتن اسماعيل يستاهل، كان معانا برا ملعب وداخل الملعب، احترف حقيقي، استفدنا منه كثير، يستاهل هذا الكاس، بنفتقد اسماعيل كثير، والله يوفقه في حياته ان شاء الله. Congratulations for your amazing career. You deserve everything good because you are a great player, you are a great man. May God can bless you more and more and more. Best wish for your future. مطر يستاهل كل خير، هذه البطولة طبعا نحن نهديها يا ابو علي، ابو علي قدم مواسم جميلة لنادي الوحدة، ايضا هو يستحق البطولة هاي. ليجند احسن في العالم. الكاميرا هذه وبعد التتويج لفت على لعيبة الوحدة اللي اليوم شلوا اسماعيل وقرروا انهم يفرحونه في ختام مشواره. كانت في رسائل من لعيبة الوحدة لاسماعيل، انت ما تعرف شو هي الرسائل، اسماعيل شو يقول لهم؟ كلهم كل اللعيبة. أول شيء في البداية أحب أشكرهم جميعا، بالنسبة لي شيء مهم لهم هم أكثر مني أنا، عرفت؟ أنا في النهاية أقوم بواجبي، في ناس ساعدوني ساندوني وقفوا معاي في الفوز والخسارة، أحب أشكرهم على اللي قدموا اليوم، أتمنى لهم أنهم يواصلون في القادم، أتمنى أني كنت لهم فائدة وإضافة، ما كنت عليهم ضغط. واتمنى ان شاء الله ان كنت فائده لهم ويقدرون انهم يفيدون اللاعب اللي بعدهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اشكر احمد حبيبي، شكرا على عطائك، شكرا على وفائك، شكرا على كل لحظه فرحت فيها جمهور الامارات وحتى جمهور الوحده. اتوقع وداعيه حلوه يستاهلها اسماعيل ويستاهل اكثر عن كذي بكثير.